دلوقتي هنروح لمحافظة الغربية، ولسه مكملين كلامنا عن حياة كريمة اللي انتهت في محافظة الغربية من تركيب شبكات الألياف الضوئية في 11 قرية. دلوقتي جاري استكمال باقي أعمال في 26 قرية بمعدلات تنفيذ تخطط ل 40%، ده غير انه بيتم التجهيز ل 17 قرية أخرى عشان يتم توصيل شبكات الألياف الضوئية في كل القرى اللي بتدخل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. معانا على التليفون دكتورة زينب سامي، منسق عام حياة كريمة بالغربية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم جميعا من أرض محافظة الغربية وخاصة مركز زفتة واللي بتتم دي أعمال مبادرة حياة كريمة. يا أهلا بيك يا فندم، وصلنا لفين يا فندم في معدلات الإنجاز؟ في البداية أتوجه بكل آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية على مبادرة القرن حياة كريمة، وكل الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي لمحافظة الغربية وعلى رأس السيد محافظ الغربية، وشكر خاص لزملائي ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة. مركز زفتة وصل بيه عدد مشروعات حياة كريمة حتى الآن 934 مشروع، جار العمل حاليا ب 304 مشروع، وتم نهو 428 مشروع، وصلت نسبة التنفيذ حوالي 66.5% بتكلفة تقديرية حوالي 4.5 مليار جنيه. احنا اشتغلنا في مركز زفتة على كل محاور التنمية البالغ عددها 22 محور. لو هنتكلم على محور الصرف الصحي، من إنشاء محطات صرف صحي وعمل خطوط طرد ومد شبكات انحدار، احنا عندنا 140 مشروع وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 88%. لو هنتكلم على محور مياه الشرب ومد وتدعيم الأماكن المحرومة وإحلال الخطوط المتهالكة، احنا عندنا 129 مشروع وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 97%. لو هنتكلم على محور الكهرباء، سواء بدفن الجهد المتوسط بكابلات في بطن الأرض أو صيانة للأعمدة ودهانها أو زرع أعمدة جديدة وإدخال محولات بقدرات عالية، هنلاقي عندنا 108 مشروع وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 63.5%. لو هنتكلم على مشروعات الغاز الطبيعي، عندنا 55 مشروع والحمد لله وصلنا نسبة تنفيذ 51%. محور التربية والتعليم ومدارسنا، وصلت عدد مشروعاتنا ل 83 مشروع ما بين صيانة ورفع كفاءة وإنشاء جديد وإحلال جزئي أو كلي علشان نقدر نستوعب كثافة طلابنا، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 99% عشان نقدر إن شاء الله نستقبل العام الدراسي الجديد بمدارس حياة كريم. يمكن عشان كده يا فندم كنتوا مهتمين بفكرة أعمال الألياف الضوئية؟ بالنسبة لأعمال الألياف الضوئية، إحنا فعلا عندنا 54 مشروع، وكمان في عندنا كمان مكاتب بريد طورناها 27 مشروع وأبراج محمول علشان خاطر نتكلم على منظومة الاتصالات عموما. ففي محور الاتصالات احنا اشتغلنا على 4 محاور رئيسية. أول محور كان بالنسبة لنا ان احنا نعمل ربط الكرة بكابلات الألياف الضوئية بديلة عن الكابلات النحاسية اللي حضراتكم تعرفوا سرعتها زمان وقد ايه كانت بطيئة، عشان نقدر نزود سرعة النت. وكمان مش بس كده، احنا كمان اشتغلنا على محور كمان اللي هو تطوير مكاتب البريد، وكمان قدرنا ان احنا نزودها بماكينات الصرف الآلي، ودي خطة وشغالين فيها الفترة الجاية ان شاء الله. وبالنسبة لثالث ورابع محور اشتغلنا على زيادة جودة خدمة الاتصالات من خلال تزويد الكرة بمحطات شبكات المحمول، بالإضافة الى محو الأمية الرقمية وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي كلنا عارفين ان المستقبل قايم عليه، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالينا في كل قرى حياة كريمة. تأكيد عظيم. دكتورة زينب، لو هنتكلم ناخدها بالتفصيل، لو هنتكلم على شبكات الألياف الضوئية اللي حضراتكم تفضلتوا واتكلمتوا عنها، احنا تقريبا نهينا الأعمال في 11 قرية. القرى دي كانت نهطاي وتفاهنا العزب وكفر الدغايدة والضبابشة وكفر دمنهور القديم وكفر عبد الرحمن ومنشية حسن والسملاوية وكفر الجنيدي وكفر شبرا قلوج ومنشأة حاتم. وحاليا دلوقتي شغالين على 26 قرية وصلت نسبة التنفيذ أو تخطت ل 40%، وإن شاء الله بنجهز الفترة الجاية لل 17 قرية المتبقيين. بالنسبة برضو لمكاتب البريد اللي احنا اتكلمنا عنها، هو بالفعل تم الانتهاء من تطوير 26 مكتب بريد وتزويدهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية عشان نقدر نقدم كل الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطن. ودلوقتي حالا احنا شغالين في مكتب بريد في قرية حانوت. لو هنتكلم على محطات المحمول، احنا عندنا 45 محطة تقوية شبكات محمول، تم نهو العمل حتى هذه اللحظة في 6 محطات في كرة صنباط وشرشابة ومسجد وصيف ونهطاي، وصلت نسبة التنفيذ معانا حوالي 13.3%. وزي ما بنقول حياة كريمة هي بتعمل منشآت ومباني وبنية تحتية، هي حياة كريمة كمان بتطور الإنسان.
فمن فترة كنا بدأنا مبادرة حياة كريمة رقمية عشان نعرف أهالينا استخدام التكنولوجيا إزاي والتحول الرقمي إزاي. والمستهدف خلال الفترة القادمة إن شاء الله إن إحنا نعمل تنفيذ مبادرة مستقبلنا رقمي، مبادرة أجيال مصر الرقمية، ومبادرة شغلك في بيتك. كل الحاجات دي بتكون قايمة على التسويق الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصالات المختلفة. طيب يعني أخيرا يا فندم، ردود أفعال المواطنين إيه؟ أنا هتكلم على المواطن العادي البسيط اللي أكيد كلنا لمسنا ده في فترة من فترات حياتنا، إن إحنا لما كنا نيجي نشوف سرعة النت بتاعتنا بطيئة قد إيه الموضوع كان بالنسبة لنا بيبقى مؤذي أو بيبقى مهدر للوقت وكتير من الطاقات. لما نقول دلوقتي حالا إحنا بندخل في كل الكرة بتاعتنا الألياف الضوئية والنت فائق السرعة، أعتقد إن ده خلاص بقت ركيزة أساسية أو بقت احتياج أساسي لكل بيت فينا، من أول الطفل الصغير اللي برامجه التعليمية قايمة على الإنترنت لحد المسن أو العجوز اللي بياخد خدماته كلها عن طريق مصر الرقمية وغيره. فأعتقد إن احنا الفترة الجاية هنشهد تحول كبير وفترة كبيرة في التحول الرقمي، وإن شاء الله نكون كلنا يعني عند حسن ظن أهالينا وإن احنا نقدر نوصل لهم الخدمة بأفضل ما يكون إن شاء الله. دكتورة زينب، ولفت نظري من كلام حضرتك وإنت بتتكلمي دلوقتي عن عدد كبير من الكفور، مش بس بنوصل لهم أساسيات الحياة من بنية تحتية وخلافه وصرف صحي ومية وكهرباء، لا ده الموضوع تطور، لأننا مش برضو بس بنوصل لهم إنترنت، لا ده إنترنت فائق السرعة وكمان بندربهم على استخدام التكنولوجيا. بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتورة زينب سامي، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الغربية.